وغنمشيو لفقرتنا المواليه، فقره اكسترا نيوز مع اسماء بشري. مرحبا بك اسماء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. مرحبا. الموضوع اللي اختاريته اليوم هو المشاهير والخصوصية، يعني والحياة الشخصية. هو النموذج كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو إيمان اللي أعلن الأمس على وفاة الإبن ديالو حديث الولادة، وطالب وسائل الإعلام وكل يعني المتابعين طالب بالخصوصية في بيان رسمي. إذن كريستيانو رونالدو اللي كيطالب وكيتمنى اليوم أنه يعيش حياة خاصة كسائر الناس، لكن السؤال كيفاش ممكن واحد بحال رونالدو تكون عنده حياة خاصة وهو اللي بمجرد ما كتب على تويتر وفاة ولده المعلومة انتشرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. كيفاش ممكن دائما كريستيانو رونالدو يحظى بهذه الخصوصية وهو متابع من 500,000 شخص على منصات التواصل الاجتماعي؟ غير هذا كله، حياة كريستيانو رونالدو كتعتبر يعني قصة استثنائية بحال مسيرته الكروية، وطيلة السنوات الأخيرة استطاع أنه يلفت الأنظار داخل الملاعب بالإنجازات والأرقام القياسية، ونجح أيضا في تكوين أسرة خاصة مختلفة عن أي أسرة. كريستيانو رونالدو أيضا عاش حياة صعبة وفي طفولته، هو اليوم رسميا أول لاعب كرة قدم كتخطى ثروة ديالو المليار دولار. طبعا النجاح والنجومية والجمال والثراء هي محبة ربانية، والناس كلها يعني طبيعي أنه هذه النعم تكون عندها ضريبة على أشخاص كيف ما هادو، لأن يعني الإنسان اللي كان شخصية عامة طبيعي أن حياته الشخصية تتأثر، والإعلام بما فيه المجلات والصحف كتتابع يعني الناحيه، ما كتتابعش فقط الناحيه العلميه وايضا حتى الحياه الشخصيه لهذا الشخص. ودليل على ذلك في نموذج ديال كريستيانو رونالدو وحياته الاهتمام الكبير اللي لقاه مسلسل انا جورجينا او ايام جورجينا رفيقه رونالدو. هذا المسلسل احتل المرتبه الاولى في قائمه اكثر المسلسلات مشاهده على منصه نتفليكس في مجموعه من دول العالم، منها اسبانيا والبرتغال وبلجيكا والمكسيك والمغرب ايضا. والمسلسل كان يحكي قصة حياة جورجينا رودريغيز من أول ما انتقلت من الأرجنتين لإسبانيا، والصعوبات المادية اللي صادفتها في حياتها، وكيفاش اليوم رجعت وحدة من الأغنياء وكتعيش حياة مرفهة. وبالمناسبة إيمان لمعلومة، صحيفة دوسان البريطانية قالت أن النجم البرتغالي كيخصص راتب شهري لرفيقته جورجينا بقدره 96,000 يورو. دابا أسمع أنا السؤال يعني اللي كان طرح، كيفاش ممكن أن الإنسان يكشف حياة ديالو الشخصية وتفاصيلها ويستعرضها ومن بعد يرجع يطالب بالخصوصية؟ يعني ربما هذا هو السؤال، واش هذه مراجعة ديال الذات قام بها كريستيانو رونالدو بما أنه كيجتاز دابا فترة ديال الحداد، واش يعني تحت وقع الصدمة ديال وفاة الإبن ديالو، أو لا حتى هذه المسألة عندها علاقة يعني بالتسويق، تسويق بالمزيد من التسويق الشخصي؟ وعلى أي معلومات كيف ما هذه ما يمكنش تفلت تي كتشوف راتب هذه معلومات حنا كنصرحوا بها يعني او كنكشفوا جزء منها باش كتكون متداوله على المنصات الاجتماعيه. غادي نشارك الفنان نزار ايدي باختصار، الابن ديالك تنشوفوه معاك يعني حاضر في الكليبات ويعني ويعني الوجه ديالو باقي صغير في السن، هذا الاختيار واش ما كيخليكش تخاف شي شويه على الخصوصية ديالو، على كيفاش يقدر يتأثر بالشهرة ديال الأب ديالو، على كيفاش يقدر هذا الشيء ينعكس على الدراسة ديالو؟ حنا كلنا كآباء يعني منشغلين بهاد الأمور، من تنكونوا شخصيات عامة كنخاف عليه بصح، ولكن كنشوف فيه موهوب وأنا ما كنقدرش زعما ما نخليش على خاطر ما نقدرش نقمع الموهبة نخليه يدير داك الشيء اللي بغى واللي كتبها الله، ما عندناش فهمتي ماشي بوحده هذا هو اللي كاين. ولكن عندك هذا يعني عندك هذا الهاجس ديال الخصوصيه دائما يعني بعد شي خطرات كنبارطاجي شي حاجه ديالو وكيبقى قلبي كيزدح كنولي عاوتاني نزول داك الحاجه لان الكثير من الاباء كيقولوا لا خليه حتى يكبر في السن ويقرر واش يبغي يكون معروف من الاحسن. ملي كنسولو كنقول له واش انت باغي تغني ولا باغي دير الموسيقى، يقول لي لا ما باغيش ندير هذا الشيء هذا، ولكن خليني ندير الموسيقى.
كنكون كنتمرن ولا كنلحن شي حاجه كيدخل حتى هو وكيبغي يدير معايا يديه ما نقدرش نمنعو. الله يخلي لك. شكون الشخصيه في البال اسماء؟ الشخصيه في البال ايمان هي واحده من افضل الاصوات النسائيه العربيه، امتلكت صوت جميل وناعم وامتازت بقدرتها على غناء جميع الطبقات والمقامات الصعبه. افقدها السرطان حياتها بعمر صغير جدا 45 سنه، لكنها رسخت حضور استثنائي وقدمت نموذج لجاد لإنسانة متميزة ومبدعة في المشهد المغربي والعربي الإبداعي، هي المطربة الراحلة رجاء بالمليح.